الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكافه الساده المشاهدين اللي تابعونا اليوم نهار الثلاث 9 جانفي. نتواصلوا معاكم على امتداد ساعتين من البث المباشر، عوده على عده احداث وقعت البارحه في بلادنا، احتجاجات، حرق لمقرات، وايضا عنف كبير قاعد صاير ما بين البارح وولت البارح. باش نرجعوا على الاحداث هذه في معرض الصحافه لليوم، باش نشوفوا شنو اللي صاير بالضبط، شنو الاسباب. حاجه برك نقولها، ما ثماش مكان لاعداء الوطن في بلادنا، تنجم تحتج، تنجم تقول اللي تحب عليه، لكن بالطبيعه يلزمك تكون احتجاجاتك السلمية، ترفع لافتات، ترفع شعارات، لكن لا لحرق المقرات ولا للعنف اللي قاعدين نشوفه فيه. هذا كل نرجو عليه في معرض الصحافة لليوم، نتناولوا جملة الأحداث اللي وقع في تونس وخارج تونس. أنتم تتواصلوا معنا كالعادة ساعتين من البث المباشر، عنا برشا فقرات استضافات، عنا حوارات وأيضا فقرات متنوعة منها التغذية والصحة والتجميل. عندكم موعد مع الرياضة، عندكم موعد مع عدة فقرات اتبعوها. أول فقرة نبدأ بها هي حادثة في مثل هذا اليوم، من خلالها نشوفوا شنو صار في العالم في تاريخ كيما تاريخ اليوم 3/9 جانفي، نشوفوها ثم نرجع لمواصلة بقية برامج وفقرات برنامجنا. اليوم 9 جانفي، وكما اليوم عام 1793 جان بيير بلوشنار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة. عام 1832 السلطان العثماني محمود الثاني يفتتح مدرسة جراحخانة عامرة لتخريج الأطباء الجراحين. عام 1873 وفاة نابليون بونابرت إمبراطور فرنسي. كما اليوم عام 1960 جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفيتي لبلاده مبلغ 100 مليون دولار مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد. عام 1968 إنشاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوبك. عام 1982 تولدت الأميرة كاترين دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام. عام 1995 رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوم في المحطة الفضائية مير ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء. كما اليوم عام 2005 جون غارانغ يتسلم السلطة كأول رئيس لجنوب السودان بعد اتفاقية ميفاشا للسلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. كما اليوم عام 2011 تجدد احتجاجات الشعبية في تونس يخالف 8 قتلى وعددا من الجرحى. كما اليوم 9 جانفي عام 2017 الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخب ابتداء من نسخة 2026. نفس العام 2017 الإعلان عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في عام 2016 في حلتها الجديدة. مواصلين فقرات برنامجنا في برنامجكم صباحك يا تونس. أحوال الطقس باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع محرز الغنوشي بالنسبة لليوم 3/9 جانفي 2018، شنو هي بالطبيعة حالة الطقس بالنسبة لتونس وبقية الولايات. صباح النور محرز. صباح الانوار منى، مرحبا بك، مرحبا بالناس اللي تابع فينا كالعاده في برنامج صباحك يا تونس. محرز، كيفاش الوضع الجوي؟ هل ما زلنا في استقرار درجه الحراره بالطبيعه، وهل فما امكانيه لنزول الامطار؟ ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار، هذا اللي احنا نتمناوه. وضعيه جويه مغايره تماما لميزه الفترات السابقه، خاصه اليوم انخفاض درجات الحراره تقريبا بمعدل 5 إلى 8 درجات بالعديد من الولايات. اليوم نتوقعوا تراجع درجات الحراره الى مستوى 15 درجه بتونس الكبرى، ايضا بجهه الوطن القبلي نتوقعوا 14 باقصى الشمال ببنزرت، 14 ايضا بزغوان بجندوبه، 13 بباجه بسليانه بالكاف. ادنى الارقام سجلوها اليوم ممكن بالقصرين 12 درجه، نتوقعوا 16 بسيدي بوزيد، 17
بسوسه بالقيروان بالمهديه 18 درجه بالمنستير بمناطق الجنوب الغربي في حدود 16 اليوم بقفصه 20 بتوزر 18 درجه بقبلي 17 بصفاقس نتوقعوا 16 بقابس 17 بمدنين و18 درجه بتطاوين. انخفاض يرجع بالاساس الى وصول كتل هوائيه بارده نسبيا على بلادنا وايضا هو برياح شماليه اللي تتمتع بحركيه عاليه رياح قويه بالمناطق الساحليه سرعتها توصل الى مستوى 60 كيلومتر في الساعه. البحر يكون شديد الاضطراب بلا مضطرب بشمال وامكانيه نزول بعض الامطار المتفرقه مبدئيا تكون كميات ضعيفه الى متوسطه بالمناطق الغربيه ممكن تشمل محليا بعض الجهات الشرقيه اخر نهار وخلال الليله القادمه فماش حاجه كبيره من حيث الامطار. اما نردوا بالنا فيما يخص انخفاض درجات الحراره وخاصه هبوب ريح القويه بالمناطق الساحليه. نعم اذا محرز هذه كانت فكره على حاله الطقس. حبيت نسألك بالنسبة للحركة الملاحة معناتها بالنسبة للبحر هل أنه فما بتبيع فما نشرة خاصة بالبحر وحالة البحر بالنسبة للأخوة الصيادة كيفاش معناتها بصفة عامة الأجواء؟ أكيد أكيد وخيانة البحارة باش يكونوا معنيين بنشرة جوية خاصة فيما يخص شدة الرياح اللي تقريبا كما كنت نحكي توصل سرعتها إلى مستوى 60 كيلومتر في الساعة. البحر يكون شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية ممكن تتقلص فاعلية الرياح الشمالية بسواحل الشمالية إن شاء الله آخر نهار البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بمنطقة أي سيرات وخليج تونس. اليقظة مطلوبة فيما يخص الجانب الحركي وإن شاء الله زينا للناس الكل ربي يرحمنا بالغيث النافع. شكرا لك محرز يعطيك الصحة على المعلومات اللي قدمتنا بالطبيعة. كل يوم عندك موعد معنا في برنامجنا صباحك يا تونس حتى ناخذ فكرة على أحوال الطقس. تو من أحوال الطقس باش نمشيو للرياضة مع ريم الطرابلسي اللي بالطبيعة باش قدم لنا حركات كالعادة. الحركة هذه تهم الرياضة شنو هما الحاجات اللي نجموا نعملوهم في الدار بعض التمارين حتى تخلينا ناشطين. الناس الكل الوغ كيما عودناكم كل صباح نحاولوا نعملوا دي موفمون خلونا في فورمه نهار كامل. حاضرين علي سي بارتي je commence avec une légère rotation du cou très bien tout doucement à droite et à gauche swipe swipe how je relâche les épaules contractez légèrement le ventre. How it looks will get. Très bien, tout doucement. Levez les bras, shwaya, shwaya. Comme vous voyez, des petits tapes avec la pointe des pieds. Rotation des bras. Et minuit sale. Diman haoun, khalidah liman klouk. Les épaules vers l'arrière et le regard vers l'avant. Balancer. Je lève tout doucement les bras le four. Très bien. Contractez légèrement le ventre. Comme vous voyez la nez, et derrière avec mes jambes. J'essaye de faire deux à droite et deux à gauche. Quatre fois à droite. Un, deux, trois. Très bien. Changez à gauche. Changez. Super. On va faire la même chose. Je lève le genou gauche. Levez. Encore. Très bien.
bien les bras. Comme vous voyez, bras et jambes opposés. Zahri Tima Matlouk, je garde mon sourire. Il vous reste 4. Dernière fois à gauche. Très bien. Et je marche tout doucement sur place. Un léger sautillement à droite et à gauche. Bougez les bras. Gardez le dos bien droit. Et gardez un très bon rythme respiratoire. Très bien. How je tape avec la jambe. Droite et gauche. 4 fois à droite. 4, 3, 2, changez. 10 mains avec la pointe des pieds. Encore. Changez. Et je lève tout doucement. 2, 3, 4, je change. La pointe des pieds, 10 mains dirigées vers le sol. Changez. Très bien, on va faire la même chose à Makense Kilimi Nakahao. Je reste toujours là. Restez en maintien. Haon Khalidaï Urarasi. Tout doucement, je contracte et je relâche. Haon Nakbaskershi. J'expire et j'inspire tout doucement. Expirez. S'il y a un problème d'équilibre, je vais traiter à cercle. Encore. J'essaye d'accélérer sur place, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Contractez bien le ventre. Et c'est parti pour l'autre jambe. Restez en maintien. Très bien. Posez les bras au rarasek. Tout doucement. Et je relâche. J'expire kinsakr. Et je relâche. Très bien. Encore. Dernière fois, j'accélère sur place. Go! Et je relâche. C'est sûr, hassit ou des contractions au niveau des cuisses, c'est ce qu'on cherche, c'est très bien. Levez les talons, shwaib shwaya, alimin ou alisal. N'oubliez pas, dhar dima maklour. 4 fois. Changez. Encore, dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Je fais la même chose, mais je lève mes genoux. Changez. Dernière fois. Et restez là sur place. Bougez les bras. Directement, je ne vais plus taper, directement, je prends le serré. Limine, c'est parti. Droite, gauche. Droite, gauche. Les bras opposés. 4 fois à droite. Allez, courage, c'est la dernière répétition. Changez. Restez sur place. Restez posé et directement rapide. J'expire, j'inspire tout doucement. La nef fermeture, n'haounek buskerch. Il vous reste 4. 3, 2, dernière fois, c'est parti, l'arnais, posez, et c'est parti, go. Il vous reste 4, 3, 2, très bien, relâchez le cou tout doucement. Changez. Relâche les jambes, l'autre jambe, inspirez, et expirez tout doucement, j'inspire, et j'expire. Alors, yati comme ça, bravo, c'était des mouvements, le ventre, le dos et les jambes. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt.
صباح الخير رمال. صباح الخير فاطمة. صباح الخير لآسيا. صباح النور. وصباح الخير للسيدات المشاهدات والسادة المشاهدين الكل في حلقة جديدة من صباحك يا تونس. لا محالة صبحنا صباح نجريو شوية باش نجمو نأمنوا مجموعة من المكالمات الهاتفية ومن المداخلات عودة على الأحداث اللي صارت البارح في مناطق من تونس. ما نعرفش إذا كان فما إمكانية اليوم باش تبدا الفقرة نتاعنا مقلوبة شوية. إذا كان السيد ولي منوبة سي أحمد السماوي حاضر معنا قولوا لي في الوريت باش هكاك نجمو ناخذوا معنا وناخذوا معاه أهم التفاصيل وحصيلة اللي صار البارح في ولاية منوبة وبالتحديد في مدينة تبربة. يظهر لي مش حاضر حتى حد ما قال لي حتى حد. نجمو نبداو بالأحداث وأخبار الحقيقة معناتها ثم برشا احتجاجات وتلاها معناتها حرق لمقرات وايضا معناتها اشعال العجلات المطاطيه وحملات ايقاف امنيه. ثم برشا معناتها اخبار قاعده تداول لحرق المقرات خاصه. خلينا على كل حال قبل ما ندخلوا في التفاصيل نتاع راوند اب احنا باش ناخذوا معنا السيد ولي منوبه سي احمد السماوي بالتليفون يعطينا التفاصيل نتاع اللي صار في منوبه البارح. باش تكون لنا ايضا مداخله بالهاتف مع زميلتنا الصحفيه ناديه رتيبي من القصرين تعطينا حوصله هي ايضا اللي صار. ثم بدايه من 11 زملائنا من وحده التصوير التلفزي بالقصرين باش يكونوا موجودين عند السيد سمير بوقديده ولي القصرين زادة كيف ناخذوه معنا في حوار. وايضا مش نحاولوا ناخذوا معنا زميلنا خميس بوبتان على الاقل بالتليفون ايضا عوده على زياره يوسف الشاهد للرماده زياره مفاجئه غير مبرمجه وغير معلن عنها اليوم الصباح. خلينا نبداو جمله الاخبار المتداوله على المواقع الالكترونيه والمحامل الالكترونيه تحديدا. نبداو ببلديات سنه 2018 5,369,843 مسجلا نهائيا بحسب الهيئه العليا المستقله للانتخابات. نمروا للخبر الثاني اللي يتحدث على القضاء العسكري. ادعاء ياسين العياري لا اساس لها من الصحة. نعود ادعاءات ياسين العياري لا أساس لها من الصحة هذايا حسب ما تم التصريح به من قبل القضاء العسكري. نواب عن كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة ومستقلين يتقدمون بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية. طبعا بعد كان نحكي فيه الموضوع هذه مهم برشا. الحكومة تلقت 7,000 ملف للمغادرة الاختيارية ورئاسة الحكومة تتعهد إثر جلسة تفاوضية بإيجاد حلول للمفروزين أمنيا خلال 3 أيام على أقصى التقدير. نمر للخبر الموالي صدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة يوم 31 مارس القادم. والتنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية تقول خلال ندوة صحفية يوم أمس إن أكثر من 70 شابا تونسيا ستتم إحالتهم على المحاكم بسبب الاحتجاجات. ونمر للخبر الموالي اللي يقول فضاء المواطن بالداخلية افتتح أواخر ديسمبر 2017 يتلقى 6,000 شكوى وملف. ونختم بالخبر الأخير مصر تعلن يوم 26 و 28 مارس 2018 موعدا لانتخاباتها الرئاسية. شنو رايك استاذه آسيا برشا اخبار؟ شوف فعلا نعيشوا على وقع معناتها تواتر الاخبار اللي يخلي الناس كل معناتها على اعصابها والناس كل يعني تبحث عن الكثير من الاجوبه اللي ما تلقالهاش معناتها طريق في الظرف هذا. اما شنو اللي ابرز تحس على الانتخابات البلديه؟ الانتخابات البلديه ولو انه معناتها في الظرف هذا بالذات كانه نوع من العبث. احنا نحكي على انتخابات هي استحقاق قادم بلدية ولا تشريعية ولا رئاسية اللي معناتها خاصة البلدية اللي مازال يوصلنا عليها بضعة معناتها أشهر هي يعني بالحساب. ولكن
لكن في ظل ما نعيشوه اليوم من اوضاع تولي كاني معناتها حاجه من المسائل الرفاهيه، مانيش اليوم هي الموضوع العاجل، ولكن مع ذلك فما معناتها هذه مسائل ظلمت روحها، والاستعدادات لهالموعد هذيا مازال معناتها استحقاق كبير في انتظارنا، مازالت الكثير من الترتيبات، مازالت القائمات، مازال النظام الانتخابي، مازال معناتها ما نعرفش اذا كان فئه الشباب اللي منا الموعد هذاك يوصلوا سن 18 عام باش يتم معناتها احتسابهم امكانيه انهم يسجلوا انفسهم، يعني بالاضافه لكل هذاك تقعد اليوم النقطه الكبيره هي المواطن التونسي ومدى استعداده ومدى انه انتصاره للموعد الانتخابي اللي هو تقريبا هذه ديمقراطيه اللي تتسمى معناتها المحيط الاجتماعي نتاعو، هذه اللي تمسه في حياته اليوميه، اللي تمسه في البيئه نتاعو، اللي تمسه فيما يتعلق بالطرقات، في في في, في المدينه نتاعو، في النظافه، في كل شيء، في كل ما يتعلق بالمحيط نتاعو، يعني هو استحقاق بامتياز. ولكن احنا كيفاش استعدينا للحدث هذايا؟ انه تداعيات يعني الحلقه الانتخابيه نتاع المانيا اللي شفناها كانت صفحه كبيره، اليوم فما ازمه ثقه، خلينا نقولوه بصراحه، يعني فما ازمه ثقه وقاعده تمشي وتتعمق بين النخبه السياسيه والاحزاب السياسيه وبين المواطن التونسي اللي يقول لك شنو التغيير اللي شفته وشنو باش يضيف صوتي وشنو اللي معناتها النجم التغيير اللي باش يجيني في الموعد الانتخابي هذا، وهذا كله معناتها تخلي المعركه الانتخابيه القادمه يعني اختبار كبير، اختبار للاحزاب. هل اجتماعي مرشح للتطور في ظل الاحداث اللي قاعدين نعاينوا فيها ونشوفوا فيها اليوم؟ بالنظر الى المؤشرات اللي صار البارح واللي صار منذ نهايه الاسبوع بدءا من قلب العاصمه شارع مارسيليا وامام يعني وزاره الداخليه، الكل كان متوقع، يعني المؤشرات كانت مطروحه وشفنا معناتها التفاعلات اليوم ولات على الفيسبوك وكل شيء كان متوقع، يعني وفي ظل معناتها الارتفاع المهول في الاسعار، في ظل معناتها الغضب الشعبي، في ظل يعني الازمه اللي بين النخب وبين القاعده الشعبيه ايضا، وفي غياب التاثير، كل هذا متوقع، واحنا اليوم نعيشوا على وقع ذكرى نتاع 14 جانفي، ومن ذكرى الاسبوع اللي فات كانت ذكرى احداث الخبز، يعني شهر جانفي نعرفوه دائما موعد سخون وموعد معناتها مع الاحداث اللي غيرت المشهد في بلادنا واللي كان عليها تاثير كبير على المشهد الاقتصادي على المشهد السياسي، يعني بالعين المجرده كل هذا تقريبا كانت كل الاشارات تقول انه هذا واللي قاعدين نعيشوا فيه سيدي ديجا فيو، معناتها عشناه وعشنا صور أليمة، ولكن اللي باقي معناتها البارح شفنا مظاهر الحرق، مقرات أمنية، معناتها محلات تجارية، بنك، يعني شكون مستفيد من هذا؟ نعم. ما نتصورش ان المطالب الشعبيه والمطالب الاحتياجيه ما نتصورش اللي يدافع على خبزته. موضوع التفاصيل مع التليفونات ومع الربط المباشر معنا مثلا سي احمد السناوي والي منوبه تو يحكي لنا هو اكثر تفاصيل شنو اللي صار البارح في الليل في تبوربه بالتحديد. سي احمد السناوي صباح الخير، مرحبا بك. شكرا لك على تدخلك معنا، كنت قوي لنا جوست شويه في الصوت باش نسمعوه بالكدا. سي احمد سماوي بصفتك والي منوبه، نحبوا نعرفوا معك شنو اللي صار البارح في ولايه منوبه وفي اما مناطق بالتحديد. باهي يعطيك الصحه على الاستضافه. نحب نقول اللي منوبه الامس شفت بعض، عشت بعض الاضطرابات اللي والحقيقه تقال بدت بصفه سلميه على مستوى مدينه تبربه. وكان تحرك سلمي متحضر واكبته جميع شرائح المجتمع وحتى المصالح الامنيه الكل واكبته، لكن في وقت من الاوقات هذا الكل تبدل خاصه بعد ما عمد بعض المحتجين الى غلق السكك الحديديه، وبالتالي معناها ايقاف القطار الرابط بين ديزون باجه وتونس. معنا وقت هذا يسار سي احمد. هذا يمكن مع الفتاه نتاع العشيه. الاحتجاجات وقتاش بدات البارح؟ بدات يمكن مع نص النهار. مع نص النهار، في النهار معناها مش احتجاجات ليليه. لا في النهار، في النهار، وكما قلت لك بدات بطريقه سلميه وكانت حق كما قلت لك مواكبينها الناس الكل وكانت حضاريه. وشو كانت الخلفيه نتاع الاحتجاجات ولا المطالب على الاقل ولا الشعارات اللي قالوهم المواطنين اللي خرجوا؟ الشعارات اللي نشهدوا فيها على مستوى الجمهوريه كامله هي سيرتو نتاع القانون الماليه وغلاء الاسعار والكل، وحتى في بعض الاحيان طالبوا بالتنميه، ونرجع له كان تحب النقطه هذه. اي نعم.
لكن كما قلت بعد ما عمد بعض المحتجين إلى غلق القطار، واللي لاحظناه حتى من بعض الحاضرين على مستوى هذا الاحتجاج، اللي عدد من المحتجين حاول الصعود إلى القطار، ما نعرفوش الغاية نتاعو شنو، لكن حتى التو نقولوا عمد إلى وقت دخل المصالح الأمنية دخلت لفتح المجال للقطار حتى يكمل طريقه في الوقت ذاك هذوك المحتجين هم بيدهم وقتها تطورت تدخلاتهم وولوا يهاجموا في مقرات سيادية، بدأوا بالمعتمدية وقع معناها اقتحام مقر المعتمدية. هذا في العشية سيد الوالي؟ هذا في العشية، هذا في العشية في آخر العشية، في آخر العشية وقع تهشيم مكتب السيد معتمد وإتلاف الأوراق اللي فيه الكل، وحتى السيد معتمد تبرم اللي نحييه كيف كيف عاش أيامات، عاش وقت صعيب خاصة في أنه المقر سكناه معناه فوق المعتمدية، وعنده صغار وعنده زوجة ودونك عاش ظرف صعيب شوي، لكن في الإبان الدخل حق المصالح دخلت الشرطة وقع تفريق المتظاهرين والمحتجين واللي هو بعد وقع المحتجين تحولوا للبلدية، تحولوا للقباضة، تحولوا للمحكمة، وبعد حتى تحولوا لفرع نتاع بنك موجود في بوربا، وقع تهشيم حتى الموزع الآلي باش تعرف اللي معناها الخلفية نتاع المحتجين هذوما. السيد الوالي نقف معاك في بعض التفاصيل، انت قلت لي من الاول من نص النهار عدد من المواطنين خرج، ما قلتليش قداش تقريبا العدد نتاع الناس اللي خرجت تحتج بشكل خلينا نقول حضاري وسلمي ومدني، ثم من بعد تطورت الحكايه المناوشات ثم الى اعتداءات على مقرات كما مكتب المعتمد كما كنت تذكر. الناس اللي تحولت للاعتداءات معناتها اللي حاولت تعتدي على القطار ثم اللي خربت مكتب المعتمد وبعد مشات للقباضه كما ذكرت وبعد مشات للموزع الالي نتاع البنكه، قداش عددهم؟ برشا شويه، قداش اعمارهم؟ يفوق ما بين يفوق حتى 60 نفر. والشرطه وين في هذا الكل؟ معناتها اذا كان يتنقلوا من مكان الى مكان في شوارع منوبه في شوارع تبوربه، الشرطه وين في هذا الكل؟ مش هو الشرطه وين، الشرطه هي عمليه كر وفر، مش هو معناها ناس، هي كر وفر، معناها الشرطه كانت تحمي في المؤسسات وكان عندها التوزيع كيف كيف نتاع امني معناها يتبع في التحركات. نايوة. لكن هذوما ما عندهمش معناها مكان محدد باش هذوما يمشوا من مكان الى مكان. واضح. وحتى اكثر من هكاك اللي شفته انا، خاطر انا كنت على عين المكان البارح، معناها الطرقات الكل براتيكوم تسكرت، ولات بوربا انكسيسيبل، معناها ما عادش نجم تدخل، حتى معناها حتى التحرك نتاع الامني يلقى صعوبه. وهنا نحب نعرج اللي التعامل الامني كان معناها ما حاولش يدخل في العنف والكل، ما ثمش عنف بالكل. مالا كيفاش توفى الشخص اللي توفى البارح في وسط الاحتجاجات هذوما ومشى للرابطه؟ الوفاة مازالش نعاودوا نعطيو تفاصيل نحيدوا المعلومه صباح الخير. مرحبا بك، مرحبا بك. بقى كما قلت انت تقول لي كيفاش توفى، ربطته بالاحتجاج، انا ما ربطتوش بالاحتجاج، وحتى الكومينيكي اللي خرجته الصحه، هو السيد يعاني من مرض مزمن وعنده ضيق تنفس، وقع نقله مستشفى تبربة، وقع معاينته من مستوى الطاقم الطبي موجود المباشر في مستشفى تبربة، وقع بعد توجيهه الى مستشفى الرابطه وين لفظ انفاسه الاخيره الله يرحمه. اي نعم سي احمد. هو المعاينه الاولى نتاع الطاقم الطبي الموجود في تبربة لم تلاحظ عليه، وهذا اللي كان فيه بعض القلق على مستوى حتى ما بين احنا وما بين المحتجين وحتى الامنيين. كنا متقلقين لتكون بالحق كما خرج في بعض الاماكن نتاع التواصل الاجتماعي اللي هو ضربات وكهرباء نتاع امن والكل. ما فيش حتى اثر نتاع عنف ولا نتاع ضربه ولا نتاع داعس ولا نتاع حتى شيء. اي ولكن على الاقل الازمه الصحيه صارت له، هو عنده مرض مزمن، الازمه الصحيه صارت له وهو في وسط المحتجين، لانه يعني كان يشارك حتى لا ما نصورش جابوه من داره. لا لا ما كانش، لا كان في الشارع، ما كان في الشارع يكون من المحتجين، حتى ما نعطوش هو تو عليه رحمه الله، ما نجموش نقولوا اللي كان من المحتجين. نعم باهي سيد، نحب ناكدوا اللي ما كانش من المحتجين. طيب سي احمد السماوي، باهي انا علاش نسال فيك في التفاصيل هذوما الكل، هذه خدمتي انا كصحفيه، انا نبربش المعلومات ونخليك انت تقول لنا المعلومه الرسميه من عندك. سي احمد السماوي نعاود نذكر لسيادتك والي منوبه، اليوم احنا توا 10:35 دقيقه، صبحنا نهار 3/9 جانفي 2018، الحصيده
البيلان اللي عندك بعد ليلة كاملة من التحركات ومن العنف أيضا في شوارع تبربة وفي شوارع منوبة البارح؟ الوضعية اليوم على الأقل بالنسبة من الصبح حتى التو الوضعية تمتاز بالهدوء، هدوء حذر، وأنا نقول هدوء حذر خاصة على مستوى تبربة. بقى اليوم شاهدنا اضطرابات خاصة على مستوى النقل العمومي، بما أن الوضعية نتاع الطرقات عاشت ليلة كما قلنا عصيبة شوي، وقع غلق بعض الطرقات، وكان فيها حتى العجال المحروقة والعجلات المحروقة والكل. دونك اليوم معناها الكيران والحافلات اللي كانت تتنقل وتجي صباح بكري لتبربة باش تهز المسافرين لقيت بعض الصعوبة للوصول باش توصل. دونك وقع بعض الاضطرابات والحق حليناه اليوم الصباح حتى التو. اليوم الظرف اليوم تو هدوء، الحافلات رجعت تخدم والنقل العمومي تاع الترين ورجع يخدم زاده؟ لا رجع من البارح الترين، رجع من البارح من وقته معناها حركة عادية معناتها نتاع القطار حركة عادية اللي تعدى من وسط. كما قلت ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. نحب المناسبة بربي تفضل وعلى التلفزة الوطنية نحب ندعو أهالي تبربة إلى الهدوء، وخاصة كما قلت اللي راهو وديما نقول فيه حتى من خلال الاجتماعات، وأنا حقا عندي انسان ميداني برشا، وتبربه نعم فيها اجتماعات برشا ونزورها براتيكمون مرتين ثلاثه في الجمعه، ولا حتى ينجموا ياكدوا لك حتى اهالي تبربه. نحب ندعو الى الهدوء خاصه وانا تبربه بالنسبه ل 2018 باش تشهد انطلاقه بعض المشاريع اللي كانت معطله واللي هي باش تعطي دفع كبير لمدينه تبربه. نحب نقول المنطقه الصناعيه ان شاء الله في 2018 باش تشهد انطلاقتها ان شاء الله، فيها 83 هكتار. عندنا المشروع المندمج اللي فيه 10 مليون دينار واللي باش ينطلق في بدايه هذه السنه، ومعنا باش ينطلق تو، خاصه انه هذا المشروع وقع ادراج وقع دراسته بالصفه التشاركيه، وكانت جلسات ممتازه مع جميع الاطراف المدنيه خاصه ومع المديرين الجهويين، وحتى انا كنت حاضر في الجلسات هذه، وقعت على مستوى تبربع وعلى مستوى الولايه، وخرجنا مشروع كامل مندمج ان شاء الله بعد ما يوقع فتح الاعتمادات باش يعطي دفع للتنميه في مدينه تبربع. وكما نقول ان شاء الله ديما أهالي تبربة يحافظوا على مستقبل تبربة الاقتصادي اللي إن شاء الله يبشر بكل خير. سي أحمد السماوي والي منوبة شكرا لك على مداخلتك معنا، حبينا هكا نحينوا المعلومات حول الوضعية بعد الاحتجاجات اللي خرجت البارح في ولاية منوبة. وعلى كل حال الدعوة مفتوحة لسيادتك إذا كنت تحب تجيب حدانا وني في البلاتو نتاع صباح كي تونس نحكيو بأكثر تفاصيل ونعطيو ممكن ما نحبش نقول أرقام خاطر الأرقام يمكن ما عادش تعني ياسر للناس، ما نعطيو بشكل مادي معناتها دو مانيير كونكريت تفاصيل نتاع المشاريع اللي باش تبدا في 2018 في معتمدية تبربة بالتحديد. شكرا لك سي احمد السماوي، بارك الله فيك. شكرا لك سي احمد السماوي. نذكر لي ايضا السيد ولي القاسري سي سمير بوقديده يكون معنا بعد شويه في جزء اخر من حلقتنا اليوم من صباح كي تونس، واذا تسمحوا الزميلات والزملاء اللي نسقوا في البرنامج اتصلوا لنا بزميلتنا ناديه ارتيبي من القاسري، خلينا ناخذوها معنا ايضا بالتليفون تعطينا هي ايضا خلينا نقول الحصيله نتاع ليله ايضا من الاضطرابات في تيلا بالخصوص، ولكن يبدو انها امتدت الى مناطق اخرى من القاسرين، في انتظار ان ناخذوا معنا خميس بوبتان حول زياره يوسف الشاهد رئيس الحكومه الى رماده. تعليقك نرجعوا ونحكيوا شويه على يعني حق المواطنين انهم بالحق يحتجوا، واللي يحس انه بشي جوع او مصالحه الماديه ووضعه الاجتماعي باش يتقهقر من حقه انه يخرج ويعبر على معارضته لسياسه الحكومه، ولكن ما فماش علاش نمشيو نخربوا المكتب نتاع المعتمد ولا نحرقوا قباضه ولا نحرقوا دب ومخزن نتاع بلديه ولا نخلعوا بانكا وننهبوها وهذه دليل انه فما جزء نتصور انه جزء كبير من الناس محترمين، يعني ناس يحملوا فعلا قيم الجمهوريه ويخرجوا للتظاهر بشكل سلمي وديمقراطي، ولكن في وسطهم المهندسين، وهذا صاير في بلادنا ويصير في كل بلاصه. نتذكر مليح اللي صار في فنزويلا من اسابيع قليله نفس الشيء، زاد لي بيور لي كاسور يخرجوا في كل بلاصه. فرنسا يستغلوا الفرصه في فرنسا 700 سياره تم حرقها. قبل ما نجاوبك امين الحقيقه نحب يعني ملاحظه بسيطه كلام جيت على لسان السيد الوالي، قال هدوء حذر
فعلا يعني حاله من الهدوء الحذر اللي ما تعرفش الساعات الجايه شنو تنجم تحمل في طياتها، يعني من غضب شعبي ولا عوده للمظاهرات هذه. وكلمه في حق السيد المتوفي، يعني هو توفى في الاحداث هذه، ما نعرفوش اسكو معناتها فما قال عنده ضيق في التنفس، ولكن ما نعرفش اسكو هذه معناتها اخر التحقيقات قالت ولا لا، اسكو فما استعمال مفرط للغازات ولا لا في المظاهرات هذه، ما نعرفش الحقيقه هذه معناتها بتدخل من الاسئله اللي تبقى مطروحه. فما نقطه مهمه هنا اللي هي غياب الاحزاب، واللي هي اليوم تتحمل جزء كبير وعندها مسؤوليه جسيمه سياسيه واخلاقيه، واللي تحب انت في المشهد اللي ظاهر اليوم. الاحتجاجات هذيك والمظاهرات السلميه والتحركات حق مشروع، والدستور يقول هذيك بوضوح، وما فيش معناتها ما يمنع ذلك ابدا. جزء من طالما دعات للاحتجاج للخروج الى الشارع بين قوسين، اليوم الجبهه الشعبيه يظهر عندهم ندوه باش يوضحوا باش يردوا على ربما على الاتهامات اللي وصلتهم انهم وراء ما يحدث. علاش نقول انه الاحزاب عندها مسؤوليه؟ لانه اليوم تونسي يقول لك بعد 7 سنين الحاجه اللي يقول لك اللي كسبناها هي حريه الراي والتعبير، دونك نحب نعبر على وضعي الاجتماعي، نحب نعبر على الغضب على انه ما تحققش، على انه قعدنا في النقطه هذيك نتاع المشاكل الاجتماعيه نتاع البطاله نتاع كذا، التسويف والوعود والوضعيه الاجتماعيه ربما قاعده تتقهقر تقهقرت. شوف فما حاجة اللي ما نجمناش نسويها، راهو مهما تكون مطالبك مشروع ومهما تكون صعيبة ومهما تكون معناتها قانونية وحقك حقك، لجوغ انك تحيد عن طريق في المطالب نتاعك يسقطك الحق هذاك. نحس روحي مظلوم ونحب حقي، ولكن اليوم نمشي نحرق ونمشي كذا. هل نحن متأكدين اليوم انه نفس اللي خرجوا للتعبير على مطالبهم هما نفسهم اللي قاعدين يحرقوا ويكسروا؟ هو لو ميم سيناريو فما نوع من الخلط، راهو فما برشا ربما ايضا هو محاوله ايضا انه يكون الخلط مقصود، انه المشهد يكون بغويه، معناتها انه الناس اللي الطالب فعلا بمراجعه النظام الجبائي في تونس ومراجعه العداله الاجتماعيه الاقتصاديه يتم خلطهم مع منحرفين يخرجوا يستغلوا الفرصه باش ينهبوا ويسرقوا. هو السيناريو شفناه قبل، شفناه في كل ما تصير معناتها احتجاجات لازم تجي عناصر تخرج في وقت من الاوقات تولي تغير العمليه الاحتجاجيه السلميه ككل، يولي سرقه يولي ضرب يولي كذا. شنو دور المواطنين سواء اللي قاعدين يتفرجوا والا حتى اللي خارجين يحتاجوا بشكل سلمي، وقت اللي يراو انه فما ديزانترو في وسطهم ناس مندسين يحبوا يستغلوا هيك التجمهر الكبير باش هما يعملوا الانفلاتات، شو دور المواطنين هنا؟ خاطر نتصور اللي اذا كان باش تتدخل قوات الامن باش تولي مساله فيها عدوانيه كبيره وتولي مواجهات ويمكن تسقط ضحايا وتتحول المساله الى اشياء اخرى، واحيانا يمكن حتى الناس المتوازنين والمدنيين يتخلطوا معاهم المجرمين واحيانا حتى الارهابيين. شو دور المواطنين في هذا؟ ثم تنسيقية تحركات زاد حتى هما اليوم باش يوضحوا بالنسبه لعدد الايقافات والكل. ثم حاجه مهمه، انت كيفاش نجم تعرفهم الناس هذوم؟ هي تكون مسيره سلميه، تكون في طريقها، تكون كذا، وفجاه يحدث ما يحدث ويختلط الحبل بالنابل وتولي تهشيم، يولي عنف، يولي معناتها استهداف مواطنين، ويولي ضرب ومضروب والكل. هو شفنا قبل معناتها المغازه العامه يسرقوا منها التلافز، الفريجيدارات، الماكله، صار وشفناها قبل. ومن بعد يطلعوا ناس شهداء وجرحى خلال معناتها ضرب والا تهشيم والا حاجه، ماذا بينا نفهموا احنا معناتها؟ خاطر الكلام هذا قاعد يتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا ما نحبوش نرجعوا لسنين قدم خلنا فيهم، انه اليوم قاعدين نعيشوا في ديمقراطيه وقاعدين نحسنوا، عندك الحق انك تحتج سلميا ترفع شعارات، لكن ما عندكش الحق انك تخرب وتهشم وتحرق وتسرق. شوف انت الصوره اليوم اللي الحقيقه مؤلمه جدا، انه فما طرقات مقطوعه، فما تلامذة اليوم تاخرت على خاطر ما فماش مواصلات، ما فماش حافلات، موسم الامتحانات اللي نعرفوه الاسبوع هذايا معناتها جراء الحرق نتاع العجلات، قطع الطرقات، فما مرضى باش يتوجهوا المستشفيات، يعني تعطي صوره عكسيه تماما لك المطالب المشروعه اللي انت معناتها تطالب بها، لك الرساله اللي تحب توصلها للحكومه. سالتك جوستومون شنو دور المجتمع المدني استاذه اسيا ودور المواطنين اللي ما همش ناس تكسر وما همش ناس تحرق وما همش ناس تنهب، شنو دورهم باش هال 60 نفر هذوما اللي خرجوا البارح على سبيل المثال في تبربة يقفوا عند حدهم وما يعملوش التكسير والتخريب اللي عملوه؟ ربما
ربما نقول انه العمليات هذه كي تكون مؤطره في مع الاحزاب مع المجتمع المدني مثلا، معناتها انك الجهات الامنيه المسؤوله يكون عندها معناتها علم بالموعد اني نتاع اكل تحرك هذاك الاحتجاج ولا مسيره باش تنطلق من مكان معين في التوقيت المعين، تكون مؤطره من قيادات حزبيه، تكون مؤطره من ناس من عندها يعني درجه انها تعرف وقتاش معناتها باش تحيد على مسارها، وقتاش باش تتحول الى يعني هدف غير المطلوب. ربما هو هذا هو المطلوب، يعني فما ناس يقول لك لا احنا معناتها عندنا حريه التظاهر وحريه مكفوله من بالدستور ولا وقت اللي نحبه وقت اللي كذا. الحقيقه صعيب شويه لاني باش تولي امور فوضى. اليوم فما احنا مازلنا في قانون الطوارئ، مازالت البلاد معناتها الاسبوع اللي فات فما عمليات ارهابيه وفما معناتها ايقافات وفما معناتها عمليه كبيره ياسر ايقاف اخطر ارهابي اللي هو هذا في برهان بولعابي اللي معناتها في طريقته باش يمشي لعائلته، يعني مطمئن السيد نزل من جبل السلوم ومشي لعائلته. على كل حال ابشر، فما زياره مهمه من اللي هو وزير الداخليه الموجود في الجزائر واللقاء مع السلطات الجزائريه بناء على ما يحدث على الحدود، بناء على تحركات نتاع داعش على جماعات موجودين. وبعد نعاود نرجع لك حتى انت ذكرت دور الاحزاب، انا ماذا بيا نسالك زاده في ليله كيما ليله البارح شنو كان من المفروض يكون دور رئيس الحكومه ايضا؟ اكيد وربما دور رئيس الجمهوريه، ولكن خلينا في رئيس الحكومه نمشيو بعد اذنك الخميس مبتان خاطر استنى فينا بالتليفون زميلنا خميس موجود في ولاية تطاوين، نعرفش إذا كان هو موجود في رمادة فيما يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة لم يتم الإعلان عنها. على كل حال باش نعرف التفاصيل والحيثيات نتاع الزيارة هذه. خميس تسمع فيا؟ عسلامة، مرحبا. صباح الخير خميس، مرحبا بك. أعطينا فكرة ومعلومات حول هالزيارة هذه اللي يبدو أنه ما تمش الإعلان عليها، ويبدو أنها زيارة مفاجأة إلى رمادة من قبل رئيس الحكومة، وشكون الوفد اللي رافق فيها أيضا؟ بالفعل وأمل كما ذكرت هي زيارة غير معلنة لرئيس الحكومة اليوم إلى معتمدية الرمادة وكذلك إلى الشريط الحدودي التونسي الليبي. الزيارة المعلنة في الحقيقة هي لزيارة وزير الدفاع الوطني الذي كان من المنتظر اليوم أن يصل إلى المناطق الحدودية التونسية الليبية انطلاقا من معتمدية الرمادة في اتجاه معبر ذهيب وازن الحدودي، ولكن تغير البرنامج في آخر لحظة بوصول كذلك رئيس الحكومة في زيارة كما ذكرت أمال غير معلنة إلى معتمدية رمادة وكذلك الشريط الحدودي التونسي الليبي في ذهيب على مستوى المعبر وكذلك عديد النقاط الحدودية الأخرى على طول الشريط الحدودي. انطلقت هذه الزيارة في الحقيقة في حدود الساعة 9:29 في المقر لقيادة الفيلق الترابي الصحراوي الأول بمعتمدية رمادة، أين ألقى رئيس الحكومة كلمة للعسكريين الذين متواجدين هناك. كذلك تحول إلى مطار رمادة العسكري أين تابع آخر الاستعدادات اللوجستية والمادية المباشرة للقوات العسكرية على مستوى تأمين الحدود التونسية الليبية وكذلك على مستوى نقطة برج الخضرة باعتبار أنها النقطة الثلاثية المشتركة للحدود التونسية الجزائرية الليبية. ثم تابع مشروع تحويل مطار جزء من مطار رمادة العسكري إلى مطار مدني. وبعد ذلك تحول إلى الشريط الحدودي في تابع لمعتمدية أو منطقة ذهيبة، ومن المنتظر أن يصل إلى معبر ذهيبة وازن الحدودي لمتابعة الانتشار الأمني وكذلك العسكري خاصة، ومتابعة ما تقوم به الوحدات العسكرية من مجهودات لحماية الحدود التونسية الليبية من كل الأخطار وخاصة على مستوى الإرهاب. خميس حسب ما كنت توصف تويكا من التسلسل نتاع برنامج زياره يوسف الشاهد رئيس الحكومه الى رمادة، يبدو انه اغلب المواقع اللي مشى لهم هي مواقع عسكريه، هل هنالك بعض المؤشرات او حتى حديث في الاطار اللي داير بيك عن الغايه او المغزى او سبب هذه الزياره؟ هي في الحقيقه هي زياره عنوانها الرئيسي والاساسي زياره عسكريه بامتياز وزياره امنيه بامتياز كما ذكرت امال. في كلمته تحدث عن متابعه هذه المجهودات التي تبذل على مستوى الحدود التونسيه الليبيه للتوقي من خطر الارهاب، حتى ان رئيس الحكومه اكد ان البلاد ما زالت مهدده بالمخاطر الارهابيه رغم المجهودات التي بذلت من اجل القضاء على هذه الظاهره في تونس. وصوله الى المناطق الحدوديه التونسيه لرفع معنويات العسكريين والامنيين المتواجدين على الحدود وكذلك متابعه جاهزيه القوات العسكريه والامنيه خاصه على مستوى هذا الشريط الحدودي. بالفعل هي زياره عسكريه امنيه بالاساس
لكن فقط فيها جانب الجزء اللي يتعلق بمطار رمادة العسكري وتحويله الى مطار مدني، هذا هو الجزء التنموي او المدني ان صحت العباره بالنسبه لهذه الزياره. خميس، عندي سؤال ليك وسؤال دقيق بربي كنت نجم تجاوبنا، هل صحيح انه من الجانب الليبي معناتها فين الحدود الرابطه مع تونس وليبيا ثم انتشار لجماعات مسلحه ليبيه منتشره على الجانب الحدودي الليبي؟ هذا الخبر لا نؤكده 100%، ولكن الشيء المؤكد انه بعد الاحداث التي شهدها معبر راس الجزيره الحدودي على الجانب الليبي، ونؤكد على الجانب الليبي في الايام القليله الماضيه، اكيد وجود تشكيلات عسكريه ليبيه على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي. الان على مستوى معبر الهيبه وزن الحدودي والمناطق الحدوديه الامور الامنيه امنه 100% صراحه، كذلك على مستوى معبر راس الجزيره هي جماعات مسلحه خميس، هو حتى نتحدث فيها لا حتى نكون كما انت سالتي بكل دقه ساحدثك بالدقه، هي مجموعات اكيد موجوده ولكن تابعه للمجلس الرئاسي لطرابلس، كذلك على مستوى المنطقه العسكريه الغربيه منطقه الزنتان ونالوت وغيرها فيها تشكيلات عسكريه وامنيه تابعه لجهات مختلفه، ولكن لنؤكد الامر ان على مستوى العلاقه ما بين القوات العسكريه التونسيه وان هذا مؤكد ان فيه تنسيق كبير مع القوات المتواجده على الجانب الليبي من اجل درء كل المخاطر على مستوى خاصه الارهاب. هل هناك عبور يعني نتاع مواطنين على المنطقه يعني الحدوديه ما بين تونس وليبيا؟ ثم ناس تدخل وتخرج والى لا؟ لا، ثم زوج نقاط من نظاميين ورئيسيين هما النقاط اللي معروفين في معبر الهيبه وزن الحدودي ومعبر راس الجزيره. بقيه المناطق وخيط شريط الحدودي لا يمكن للمواطنين العاديين وغيرهم من المرور عبر هذه على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي. البوابات الرسميه هي معبر الهيبه وزن ومعبر راس الجزيره، ولا حديث عن جماعات تتنقل هكذا، لان في تشكيلات كبيره من القوات العسكريه متواجده على طول الشريط الحدودي، نتحدث كذلك على الساتر الترابي الذي تم انجازه على مستوى طول الشريط الحدودي من منطقه راس الجزير الى حدود الهيبه ثم الى برج الخضره، بالاضافه الى ما تم انجازه حاليا ويتم انجازه حاليا مراقبه الحدود التونسيه الليبيه من اليات المراقبه الالكترونيه، وهذا المشروع الذي ينجزه الجيش الوطني مع اطراف دوليه صديقه خاصه مع المانيا، بالاضافه لما تقوم به وحدات الحرس الوطني المنتشره على طول الشريط الحدودي، بالاضافه الى الديوانه التونسيه في احزمه متعدده. نؤكد هذا امال وفاطمه، لا زال الحديث عن اشخاص تتحرك هكذا على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي، نعم. الا كما ذكرنا الا عبر البوابتين الرسميتين ذهبه وازن وكذلك على مستوى معبر راس الجزير، ولكن في كثير من المرات يتم إيقاف بعض الأشخاص خاصة من جنسيات إفريقية تحاول اجتياز الحدود، ولكن يتم القبض عليها لأن في إطار الهجرة غير المنظمة بطبيعة الحال، ولكن هذه حالات ما نقول استثنائية ولكن حالات قليلة، ويتم القضاء إلقاء القبض على هؤلاء المتسللين كما ذكرت خاصة من الجنسيات الإفريقية وغيرها. يعطيك صحة خميس نبتان، شكرا لك على هالمعلومات اللي عطيتهم لنا خاصة حول هالزيارة غير المعلنة واللي فاجأت الناس كل يظهر لي رئيس الحكومة إلى إرمادة. تعليقك أستاذة آسيا على هالزيارة ونختم إذا كنت حب الجولة متاعنا. لما حالة ما بحكم الوقت، هي زيارة كانت مرتقبة لوزير الدفاع اللي ما يصاحب رئيس الحكومة فيها الزيارة هذه، أكيد هي معناتها لدعم القوات التونسية على الحدود، ولكن في مسألة الجماعات المسلحة قلت اللي موجودين على الحدود هناك على الجانب الليبي، أعتقد أنها مرتبطة بما حدث في المدة الأخيرة من مواجهات ليبيا يعني محاولات السيطرة على المناطق المتاخمة، لكن فما مسألة أنه كان يفترض
أن الحراسة هذه المواقع تؤول إلى القوات التابعة لحكومة السراج، ولكن هذا ما لم يتم، ما وصلش التواقف المسألة هذه. ومنهما يمكن يوسف الشاهد اليوم يقول لك احنا عندنا مسألة أمنية مطروحة، فما مخاطر إرهابية، فما مخاطر العائدين، ما يحدث على الحدود التونسية الليبية، ما ننساوش اللي قلناه من روحين وزير الداخلية اللي في الجزائر، يعني هناك أيضا تحركات وهناك أيضا تقارير عن جماعات إرهابية واللي قاعدين يرجعوا واللي قاعدين يتسلوا سواء من الحدود الليبية ولا على الحدود مع الجزائر، واللي أكيد معناتها في كل الحالات الجزائر تقعد تظهر لتونس، والتنسيق في كل الحالات معناتها حدودنا مع ليبيا أيضا طويلة وتستوجب كل يعني هذا الحذر يعني من هؤلاء العائدين والخلايا النائمة وغيرها. ولكن هذا ما ينفيش أنه عندنا اليوم أزمة داخلية اقتصادية اجتماعية تستوجب أيضا الخروج من سياسة النعامة اللي تخبي راسها في الرمل، وأنه المخاطر الأمنية والمخاطر الإرهابية ما تخليناش معناتها نهربوا ونتخليوا على مواجهة الواقع نتاعنا اللي يستوجب اليوم الكثير من الجرأة للبحث عن الحلول المطروحة، لأنه كل المؤشرات كان متوقع على وصولنا للمرحلة هذه. اليوم يعني الأحزاب وغيرها والحكومة في واد وعموم الناس في واد، فما معارك انتخابية سابقة لأوانها، فما معناتها تطاحن، فما عقلية الغنيمة اللي قاعدة هاربة بينا، اللي احنا معناتها الناس مش فاهمة وين ماشي البلاد، يعني طالب في الناس باش تضحي، طالب في الناس اوكي الناس تقولك مستعدين، الكل شد الاحزمه معا، نعم لمواجهه هذه المرحله الصعبه، نعم لمواجهه التحديات، ولكن فما حد ادنى ايضا من استجابه للمطالب الشعبيه، من الاستماع. تمنينا البارح نسمعوا صوت مسؤول، تمنينا شكون يقول يعني شنو فما شنو فماش، ناس تسال، فما معناتها باش يفضلوا حظر التجول، فما يعني خرجوا وزير املاك الدوله أملاك وخرج الدولة. وزير الشؤون الاجتماعية خرجوا وتكلموا، ولكن يبدو أنه اللي قالوه زاد أثار الغضب نتاع الناس، خاطر قالوا الزيادات اللي صارت في قانون المالية تمس الناس المترفين والميسورين ومش الناس الفقراء. على كل حال غدوة مازلت لنا عودة، احنا فقط باش نختموا مع مودي من غير تعليق، تقول لنا شنو عناوين الصحافة أهم العناوين اللي كتبتهم الصحافة من غير ما نعلقوا عليهم، وغدوة نعود ونرجعوا معكم سيدة آسيا. بالنسبة لعناوين الصحافة لليوم 3/9 جانفي بالمغرب، صبر آراء نوايا التصويت في الانتخابات، نسب العزوف عن التصويت 61.2% في البلدية، 48.7% في التشريعية، 41.7% في الرئاسية، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، الباجي قيد السبسي 19.4%، يوسف الشاهد 16.6%، والمنصف المرزوقي 12.5%. Le quotidien, la classe politique et le divorce déclaré de Nidé Tounis avec Nahda, une manœuvre tactique à des fins électorales. عفوا الشروق بين التخوف من التوظيف السياسي والتشبث بالحق الدستوري، من يريد إشعال ثورة ثانية؟ في الصحافة، بعد أن رفعت راية الانتصار في البرلمان، لماذا تهرب الأحزاب الحكم من معركة تطبيق قانون المالية؟ وفي الصباح، مع ارتفاع نسق الاحتجاجات على غلاء الأسعار، هذه فرضيات تعامل الحكومة مع مطالب إسقاط قانون المالية. تقريبا اللي حكينا عليه تقريبا. فقط نحب نذكر منى سيدة آسيا وفاطمة اللي بعد شوية يكون عنا ربط مباشر من القصرين، من ولاية، من مقر ولاية القصرين مع سيد الوالي ومع زملائنا من القصرين وزميلتنا نادية رتيبي مشكورة، بعد شوية إن شاء الله كي تكون جلستها وناخذوها معنا. شكرا لك سيدة آسيا، بقيت يوم طيب. احنا مازلنا مواصلين فقراتنا، ولكن أيضا مواصلين متابعتنا للأجواء العامة للأحداث اللي قاعدة تشهدها بلادنا، وإن شاء الله تكون أحداث سلمية حضارية مدنية تحترم الديمقراطية وتحترم القواعد متاع الديمقراطية، والحقيقة يكفي من التكسير ومن الحرق ومن النهب، حتى وكان هما فئة قليلة، ولكن الفئة الكبيرة الأغلبية يلزم ترجع الناس هذوما إلى صراط المستقيم، ترجعهم إلى سلوك القويم، وما تخلي حتى حد يحرق ولا يسرق ولا يخلع ولا يعتدي لا على الممتلكات العامة ولا على الممتلكات الخاصة. اللي يحب يعبر على رأيه نجم يخرج يعبر على رأيه في الصباح وفي القايلة وفي العشية وحتى في الليل، ولكن بشكل يحترم قواعد الديمقراطية
ويحترم قواعد التعايش والعيش السلمي ما بيناتنا الناس الكل جميعا. والصباح اللي يحب يمشي يخدم يمشي يخدم، واللي يحب يمشي يقرا يمشي يقرا في وقته، والكار السفره تتعدى في وقتها، والمترو يتعدى في وقته، والترين يتعدى في وقته، والمحتج ايضا من حقه انه يحتج ويبلغ صوته الى الحكومه والى السلطه الحاكمه. نواصلوا بقيه فقراتنا، نسمعوا فيروز وبعد نمشيوا لرزنا الفلاحيه معك منى ومع سي عبد الرزاق الفقيه في انتظار ان ربطنا المباشر من القصرين يحضر. شكرا لك استاذه آسيا. Thank you.